رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقه على أمته عظيم، فقد أخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور، وهدانا به سبل السلام، وبصرنا به من العمى، فخيره وفضله على أهل الإسلام فضل عظيم كبير لا يدركه إلا من عرف عظيم ما يدركه بالإيمان به والسير على سنته صلوات الله وسلامه عليه. فكان من حقه صلى الله عليه وسلم ومن تعظيمه وتعزيره وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه حفظ حقه في أهل بيته، فكان لأهل بيته من الحق ما أجمع عليه علماء الأمة ودلت عليه الأدلة من الإكرام والتوقير والاحترام،